ما تزال تصريحات وزير الخارجية الأمريكي جون كيري بشأن التفاوض مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد تثير ردود الفعل والتداعيات من أكثر من طرف. فكلام كيري بأن الإدارة الأمريكية ستضطر في النهاية للتفاوض مع نظام الأسد يناقض مواقف الإدارة الأمريكية التي كررتها أكثر من مرة في السابق بأن الأسد فقد شرعيته كرئيس وعليه أن يتنحى. لكن الخارجية الأمريكية وعلى لسان المتحدثة باسمها جينيفر ساكي سارعت لتوضيح أنه حدث لبس في تفسير تصريحات كيري. كما كنا نقول منذ وقت طويل ينبغي أن يكون ممثلو نظام الأسد جزءا من عملية السلام، ولم يكن الوزير كيري يقصد أن الأسد بنفسه سيكون طرفا في هذه العملية. الرئيس السوري اعتبر كلام كيري بأنه مجرد تصريحات كأخرى سبقتها وأنه بانتظار الأفعال. ما زلنا نستمع لتصريحات، علينا أن ننتظر الأفعال وعندها نقرر. فرنسا من جهتها أسفت لتصريحات كيري بشأن إمكانية التفاوض مع بشار الأسد وأكدت أنه لن يكون هناك سلام في حال بقي الأسد في الحكم، وكذلك بريطانيا التي اعتبرت أن الأسد لن يكون له مكان في مستقبل سوريا. في الوقت الذي تثير فيه التصريحات الأمريكية بخصوص الأزمة السورية الجدل، اتهمت منظمة العفو الدولية النظام السوري بقتل 115 مدنيا بينهم 14 طفلا في سلسلة غارات شنتها طائراته على مدينة الرقة الخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية في شهر تشرين الثاني نوفمبر، مشيرة إلى أن بعضا من هذه الغارات استهدفت عن عمد مناطق آهلة بالمدنيين. وفي نفس الوقت قال محقق الأمم المتحدة في جرائم الحرب في سوريا إنهم على استعداد لتقديم قوائم سرية بأسماء وتفاصيل المشتبه فيهم إلى دول لديها قضاء دولي بإمكانه النظر في جرائم ارتكبها جنات أجانب في الخارج، وذلك تفاديا لأي فيتو في مجلس الأمن، إذ سبق وأن رفضت روسيا والصين إحالة القضية للمحكمة الجنائية الدولية.